مساء الخير والسعادة مشاهدينا وين ما كنتوا، نطلع عليكم عبر برنامجكم المسائي استوديو الظفرة بفترته المسائية. مواضيعنا اليوم مختلفة، من مواضيع سياحية وثقافية واجتماعية، نتمنى أنها تنال على رضاكم. ونبدأ وياكم بالعناوين. الدكتورة مريم اليماحي نجحت في تطوير برنامج بقدرات كبيرة على معالجة وتحليل البيانات الضخمة. دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تحتفي بالتنوع الثقافي في العين. غلاء المهور هل أصبح ظاهرة وما تأثيره على استقرار الحياة الزوجية؟ مي درويش صوت يعمل باجتهاد ليبقى بين الأسماء الكبيرة في عالم الغناء. لأن المرأة هي نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، تستحق أن نبدأ حلقتنا معها عبر تقرير للدكتورة مريم اليماحي، والتي نجحت في تطوير برنامج فريد من نوعه بقدرات كبيرة على معالجة وتحليل البيانات الضخمة من خلال برنامج Women in Science. والتفاصيل في هذا اللقاء التالي فلنتابع. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، اليوم باخذكم في رحلة علمية مع ضيفتنا المميزة الدكتورة مريم اليماحي، واللي بتخبرنا أكثر عن مشاركتها في برنامج المرأة في العلوم. خلكم وياي. بالنسبة لجائزة المرأة في العلوم، هي جائزة بتعاون بين جهتين، لوريال واليونسكو، لدعم المرأة وبحوثها في العلوم في الشرق الأوسط. طبعا العلوم تشمل جميع أنواع العلوم للباحثات العربيات، فقدمت على هذه الجائزة والحمد لله كنت من الفائزين الستة في جائزة لوريال. ألف مبروك. الله يبارك فيك. لو ممكن بعد تخبرينا عن البحث اللي شاركتي فيه في هذا البرنامج. مثل ما ذكرت أن الجائزة للباحثات العربيات في مجال العلوم، الحمد لله شاركت في مجال جديد أو نوع جديد من العلوم، اللي هو علوم البيانات. فمشروعي له علاقة بالتحول الرقمي الجديد، اللي هو احنا نسميه الثورة الصناعية الرابعة. طبعا البحث كان يتكلم عن أداة لتنظيم البيانات الضخمة، وبالتالي سرعة استرجاعها في زمن قياسي وفي دقة أفضل من الدقة الموجودة يعني يمكن حاليا. بالإضافة إلى أن علم البيانات علم جديد، خاصة مع توفر البيانات في السوشيال ميديا، في حياتنا اليومية، في الإنترنت، التحول المفاجئ هذا والضخم للبيانات، أعتقد أن البحث كان لامس جزئية مهمة في تحولنا الرقمي اليوم. نعم، وبرايج كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دور في الثورة الصناعية؟ طبعا الثورة الصناعية الرابعة هي مفهوم جديد للتحول الرقمي بما نسميه Digital Transformation. يلعب الذكاء الاصطناعي دور مهم في هذا التحول الرقمي أو في هذه الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى محولات أخرى مثل إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة وغيرها من المؤثرات في الثورة الصناعية الرابعة. لكن يعتبر الذكاء الاصطناعي محرك أساسي، لأن الأنظمة أصبحت أذكى نوعا ما، وذكاء الآلة لا بد من استخدامه في هذه الثورة الصناعية الرابعة. نعم، في وايد بين مؤيدين ومعارضين للذكاء الاصطناعي، فأنت برأيك هل تشوفين أن سلبياته أكثر من إيجابياته أم العكس؟ طبعا الذكاء الاصطناعي، لو رجعنا لمفهوم الذكاء الاصطناعي، هو فرع من فروع علوم الحاسب الآلي، وطبعا نستخدم فيه احنا خوارزميات احنا نسميها ماشين ليرنينج، وبعض الخوارزميات الأخرى لإكساب الآلة صفة الذكاء البشري، لكن ليس بمفهوم الذكاء البشري، وإنما حسابات معقدة كثيرة ممكن أنها الآلة تقوم بها، وبالتالي تسهل عملية بعض المهام للإنسان. لكن هل التخوف اللي موجود أن هل سيحل الذكاء الاصطناعي وظائف مهمة في حياة الإنسان، وبالتالي الإنسان أو
ستكون نسبة الوظائف أقل وستخلق البطالة وغيرها. لا، لأن على قدر الوظائف التي ستتلاشى بسبب الذكاء الاصطناعي، هناك وظائف أخرى سيخلقها الذكاء الاصطناعي. في إحصائية تقول بأن عام 2030 سيخلق الذكاء الاصطناعي ما يقارب 87 مليون وظيفة جديدة. الذكاء الاصطناعي هنا لا يعيق ذكاء الإنسان، وإنما يجعل الإنسان أكثر ذكاء. أهم شيء إنه ما يشكل تهديد على البشرية. بالعكس، إذا الإنسان استخدم الذكاء الاصطناعي يعتبر أداة، فإذا استخدمت هذه الأداة بشكل صحيح ستعود بالإنسان للبشرية بالنفع إن شاء الله. لو ممكن تخبرينا بعد عن الفائدة المقدمة من خلال المشروع. بالنسبة للمشروعي، يعني إنه بما أنه يعالج بيانات ضخمة، مهم جدا في البيانات الضخمة أن نجد الفائدة من هذه البيانات، ولا نستخدم التكرار أو الأشياء الموجودة بكثرة في البيانات هذه. فهناك فائدة لاتخاذ قرار أفضل. طبعا كل ما كانت المعلومات أكثر، كل ما كانت الخوارزميات المستخدمة أدق، وبالتالي تساعد في اتخاذ قرار أفضل. وهذا مثل هالتطبيق ممكن نطبقه في معلومات طبية، في معلومات مثلا معلومات فضاء، مثلا بيانات ضخمة في أي نوع من أنواعها. وشو القطاعات المستفيدة من هالمشروع؟ طبعا أولا قطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مهم أنه يكون عندهم تول أو أداة مسرعة مثل هالبرنامج، فبالتالي هالبرنامج ممكن يختصر الوقت في الوصول إلى المعلومة المطلوبة، أو مثل محرك جوجل. فمحرك جوجل يعتبر محرك ذكي، لأنه يختصر علينا الكثير في إيجاد المعلومة التي نود الحصول عليها. فأكيد أي مجال أو قطاع ممكن يستخدم هالمعلومات أو يحتوي على بيانات ضخمة يريد تسهيلها، ممكن أن يستفيد من هالبرنامج. إنزين، لو ممكن تخبرين عن الصعوبات اللي واجهتك خلال هالمشروع. يمكن أنا بديت هالمشروع وأنا طالب الدكتوراه، وكنت في جامعة جورج واشنطن في أمريكا. فشوية الوضع، يعني وضع الغربة والسفر والأهل، شوي كان صعب. لذلك أنا أعتقد أن جائزة المرأة في العلوم في محلها. يمكن أخواننا الرجال يعترضون ليش ما في. طبعا في جوائز في العلوم لبوث الميل والفيميل، بس المرأة، أنا أعتقد أن المرأة عندها تشالنجز أكثر من الرجل، خاصة في الدراسة وفي البحوث وفي مجالات مثل هالمجالات، مش فقط في الدول العربية ولا في الإمارات، وإنما في العالم. وهل أنت في صدد أنك تطوري من هالمشروع، ولا عندك خطط بديلة؟ بديت المشروع في الدكتوراه وكملت في جامعة الإمارات. أنا حالياً أعمل أستاذ مساعد في جامعة الإمارات في قسم علوم هندسة الكمبيوتر. فبدينا نطبق المشروع على معلومات طبية، أو مثل إحنا نسميها بروتين كومبلكس. فحصلنا على نتائج أفضل، وناوي بإذن الله أني أبدأ يعني أحرك المشروع أنه يكون سيستم كامل متكامل. هالسيستم ممكن أن نبدأ عن طريق محرك بحث، وأتمنى أنه يكون محرك بحث إماراتي إن شاء الله. أنت فخر جدا كبير للإمارات وللمرأة العربية بشكل عام. دكتورة مريم، نشكر تواجدك ويانا، وكان لقاء جدا رائع وياك. تسلمي جوري. شكرا. وشكرا لكم، شكرا على قناة الظفر على الاستضافة، واتمنى نشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك العافية. يا شرف. كل
كل الشكر لزميلتنا جوري على جهودها وعلى هذا التقرير الجميل. ومرة أخرى جوري تنقلنا من عالم التكنولوجيا إلى السياحة الثقافية، حيث تحتفي دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بالتنوع الثقافي في العين من حول العالم بهدف إلقاء الضوء على أهمية التراث الثقافي وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال القادمة. فلنتابع. حياكم الله مشاهدينا، متواجدين في مدينة السحر والجمال مدينة العين، واليوم بنغطي لكم فعالية الترابط الثقافي في متحف قصر العين، واللي تشمل تعريف على العادات والتقاليد لجميع شعوب العالم، ولطالما كانت الإمارات هي الحاضنة لهم. خلكم وياي وباخذكم جولة سريعة في المكان. تنطلق فعالية الترابط الثقافي في متحف قصر العين بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة لتسليط الضوء على دور التعايش في دولة الإمارات باعتبارها تحتوي العديد من الجنسيات على أرضها الذي يسود الأمن والأمان والحرية المطلقة. وسنتناول في فعالياتنا الجوانب الثقافي الفني ومن الدول المشاركة مصر وبلاد الشام وروسيا والهند ومن أفريقيا كينيا. كما نتناول في فعالياتنا بعض الورش التعليمية الثقافية وقسم للتسويق وبعض الأسئلة الثقافية للجمهور. طبعا احنا النهارده جايين بنشارك في ثقافات العالم. طبعا انا اول مره اشارك السنه دي انا وفرقتي اللي هو الفولكلور المصري. قدمنا بعد العروض زي المزمار البلد اللي هو مشهور من الصعيد للاقاليم، ده طبعا مشهور عندنا في مصر جدا اللي هو المزمار البلدي. جايين اليوم نحيي حفل الترابط الثقافي في متحف قصر العين تحت تنظيم دائرة الثقافة والسياحة في دولة الإمارات، وراح نقدم بعض من العروض الفلسطينية ونحيي التراث الفلسطيني، وراح نقدم بعض من عروض الزفة الشعبية والدبكة الفلكلورية. وصلنا معكم لختام فعاليتنا اليوم، ونتمنى انكم تكونوا استمتعتوا ويانا، ودام عزتش الامارات ودمتي حاضنه لجميع البلدان وشعوب العالم. من ليس له ماض ليس له حاضر، اكيد مهم جدا المحافظه على موروثنا الثقافي وحمايه تراثنا الاماراتي. مشاهدينا، لمشكله غلاء المهور والمعاريس المقبلين على الزواج خلكم ويانا بعد الفاصل. غلاء المهور هل اصبح ظاهره وما تاثيره على استقرار الحياه الزوجيه؟ مي درويش صوت يعمل باجتهاد ليبقى بين الأسماء الكبيرة في عالم الغناء.
المغالاة في المهور مشكلة قديمة مستمرة فرضتها العادات والتقاليد ويدفع ثمنها الأجيال، وهي من الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع نظرا لآثارها المستقبلية على الزواج، خاصة إذا بدأت الحياة الزوجية بالديون والإرهاقات المادية. راح نناقش هذا الموضوع اليوم مع الدكتور سيف الجابري أخصائي اجتماعي. أهلا ومرحبا فيك دكتور. حياك الله. الله نورتنا. إيش حالك؟ عساك بخير إن شاء الله يحفظكم. دكتور، أنت قبل الحلقة كلمتني أنه ما شاء الله عندك وايد كتب، ومن ضمن الكتب اللي أنت أصدرتها كتاب مهر الزوجات بين الشريعة والقانون. بين الشريعة والعادات. بين الشريعة والعادات. نعم. جميل. بما أننا نحن راح نتكلم اليوم عن المهر، هل تشوف أن المهر من حق الفتاة أنها تطلب مهر يليق بها؟ أولا نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه وسلم أجمعين، والشكر موصول لقناتكم وأنتم على طرح مواضيع أسرية مع بداية الحياة الأسرية. تسلم عليك زود. طبعا مسألة المهر اليوم مشكلتنا مش في المهر. نعم. مشكلتنا في العادات والتقاليد اللي حكمت المهر. زمان أول مشرع ربنا سبحانه وتعالى لما شرع جعل المهر يحكم العادات والتقاليد. نعم. نحن في زمان تغيرت فيه الموازين فصارت العادات والتقاليد تحكم المهر. نعم. لذلك أنا عملت كتاب زمان يعني للأسف ما جبت نسخة. شو اللي خلاك تكتب دكتور هذا الكتاب وأنك تفكر أنك تتكلم عن الموضوع المهر؟ بدينا الله يسلمك نحن لما بدأنا مؤسسة صندوق الزواج. نعم. في 96 وشفنا بدأت ظاهرة متغيرات الحياة والأجيال والشباب. نعم. على المقالاة في المهور والذبايح والإسراف والحفلات وغيرها، فحطيت خطة عندي أني أنا أتكلم عن الأسرة، فعملت الكتاب الأول أسميته مرحلة الخطوبة وأهميتها. جميل. من الخطوة الأولى مرحلة الخطبة. نعم. وأساسياتها وقوتها وما لها وما عليها. نعم. وكيف تكون حاضنة لأسرة جديدة بين أسرتين. نعم. قبل يعني عندنا أسرة الزوج وأسرة الزوجة، كيف يشكلون حاضنة جديدة لهذا المجتمع من خلال الخطبة. صحيح. ثم بعد ذلك تكلمت عن المهر. نعم. واسميته مهر الزوجات بين الشريعة والعادات. نعم. هنا أنا ذكرت حقيقة كيف نبني الأسرة على ما شرع الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. ومسألة المهر طيب الله ثراه مؤسس الدولة الشيخ زايد أراح المجتمع من هذا الموضوع. نعم. تعرفين أنت في الشرع للحاكم البلاد أن يقنن ما يثير خلافات المجتمع. نعم. ويجعل له ضوابط. نعم. طبعا هذا من صلاحيات حاكم البلاد. نعم. الفقه الإسلامي والمشرع وضعها لصالح المجتمع. نعم. فالشيخ زايد طيب الله ثراه طيب الله طلع هذا القانون أن المهر ما يزيد عن 50,000. نعم. المقدم 20 والمؤخر 30,000. نعم. ارتحنا إذا من مسألة المهر. نعم. وين بقت المشكلة الأخرى؟ في تبعيات المهر، وهي العادات والتقاليد اللي هي الشبكة الزهبة اللي دخلت عليها الحفلة والكوشة. شو بتعدين مشكلتنا نحن كمجتمع إماراتي؟ أقول توا بادي استوردنا كل شيء ونسينا كل شيء، فلذلك نحاول حاليا العودة إلى المربع الصحيح. نعم. على قيمنا. نعم. قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا أن المرأة لما تتزوج عقدها في نفس الليلة وحفلة بسيطة يأخذ الزوج زوجته ويروح. نعم. وأريد أضرب مثال في هذا الوقت. نعم. دعاني أحد الزملاء، أنا بعد ما دون شرعي. نعم. دعاية حق عمري طبعا هذا. لا يعرفوني. ناس زين. يعرفوني أني ما دون شرعي. فدعاني أحد الأصدقاء لعقد. نعم. زواج ابنته. نعم. فطبعا أنا كالعادة نسير، ولما سرت شفت عدد كبير جاي. نعم. من الضيوف وسيارات وايد زين، والشيء الغريب ان المعرس لابس بشت، وهي في غير العاده. استغربت قلت شو موضوع لابس الريال لابسينه بشت. نعم. المهم تقهوينا وقال لي الشيخ تفضل داخل الغرفه.
دخلت الحجرة ويا المعرس وأبوه وشهود اثنين ويمكن اثنين ثلاثة من المقربين جدا. عقب ما ملكنا قال لي دكتور أنا عندي مفاجأة. نعم. وهذا الكلام الآن أبي أسجل وأبيك تنشره كله في كل مكان. نعم. قال ترى هذا اللي تشوفه الليلة بياخذ زوجته. زين. هذه هي ملكه وعرس والله يبارك له. قال أنا سويت عرس لهم ومن شروطي عليهم ماشي فنادق. يجيب ربعه وهله وأنا بجيب هلي. زين. وتشوفهم كلهم العائلة الكريمة وعيال عمي كلهم موجودين. نعم. والعشاء علي وهو ياخذ حرمته والله يسهل أمره. عرس ممنوع غيره. لا فستان ولا غيره. لا فستان ولا فستان الطبيعي عند أمها وداخل البيت انزين وفرحة بهذيك الفرحة. سبحان الله شاءت الأقدار عقب أسبوع أنا سايق القرية العالمية. انزين. أمر. فالمهم أشوف هذا اللي نزل من السيارة ويركض يسلم علي، أنا نسيت شكله. انزين. ما شاء الله عيالنا شباب. صحيح. فأسلم علي عمي إيش حالك عساك بخير؟ قلت له بخير إيش حالك ولدي؟ قال بخير عمي، قال عرفتني. قلت له والله ها جاي حلي والله انا ايام درسنك يا مزوجنك. قال لا مزوجني. قلت له منو؟ قال الاسبوع اللي فات انا فلان. اوه ما شاء الله شهر. قلت له بشرني شو هالتجربه؟ كيف تجربتك انت ان جعلت المهر والزواج بقل تكلفه؟ صحيح. قال والله يا عمي انها تجربه فريده. نعم. صح حصلت معارضه ولكن شعرت بالراحه اني انا الحين جاي بحرمتي ونتمشى وياها في القرية العالمية انزين ومرتحنا من الديون ومن القاعات ومن مشاكلها. فإذا نحن اليوم عندنا مشكلة الزواج. وين المشكلة صارت؟ المشكلة صارت اليوم عندنا في أن نحن ما نفهم القانون. الناس تتهم القانون. القانون جاء لخدمة المجتمع. لكن نحن كأولياء أمور كآباء وأمهات فقدنا دورنا. قلبنا عاداتنا السيئة على عاداتنا الجميلة. نحن في هذا الوطن عندنا عادات جميلة جدا في إكرام المرأة وإكرام نسيبنا الجديد. نعم. وما نحمله أي تبعيات. نعم. ولكن أقول للزوجة اليوم أنت لما تتزوجين يعقد زواجك. نعم. ليش تفكرين كله تسوين ضد ربيعتك واحسن عنها؟ لا يمكن. على حديثك دكتور الحين البنت عشان تضمن نفسها راح تطلب مهر عالي، تطلب كوشة، تطلب فندق، تبى تستانس، تبى تراوي ربيعاتها، تعالوا شوفوا انا وين اي فندق راح اعرس فيه، وين الحفلة، وين شهر العسل، البلدة اللي انا بقضي فيها. تشوف ان هذا الشيء مهم. هذه للأسف انا ذكرت في الكتاب أن هذه من أكبر السلبيات، وهي على مقولة البنات. نعم. تقول حق الريل يعني يوم بتاخذين ريلك لا توسدين الزندين وسديه الدين. شو قصدك يعني؟ خاصة يعني لا تريحينه ترقدينه على يديك يعني وسديه الدين، يعني خلي 10 سنين قدام مديون. نعم. طيب الحالات اللي عندنا في المحاكم شو تقول؟ اكثر مواضيع الطلاق بسبب ان الماده نعم. الضغوطات الماديه. نعم. هو يبقى يتيمل فيها. يتيمل في نفسه ويتقول ما يقدر يتيمل في اهلها. انزين وكله على حسابه هو. نعم. طيب عقب ما تتمعين معاه تحت غرفه واحده بتقولي له قم اشتري، بيقول لك ما عندي، ابى ماركه، ابى تسفرني، ابى تسوي لي، ما عندي. فلذلك نحن شو نقول للبنات؟ السعاده الحقيقيه ليست السعادة أني أنا أحمل دين. وليست السعادة أني هذه البيزات أعطيها التجار. نعم. لا، السعادة أني أخذ البيزات. قبل فترة واحد في العين أظني خبرني عنه، سوى طريقة. زين. وطريقة حلوة حق البنات، أشيع الأسرار يعني. يلا شوية طريقة. يابو هو عمها البنت، قال لها يا بنتي شو وين تبين؟ شو تبين؟ قالت له والله يا عمي الشور شوركم واللي تبونه انتم سووه، تعرفين الخجل. نعم. قام وطلع لها تشيك ب 400,000. هذا مؤخر ولا مقدم؟ لا لا لا، خلصنا من المهر. انزين. هذا مصاريف العرس. انزين. بس هو ذكي. قال لها انت عندك حساب في البنك؟ قالت له يا عمي. قال لها زين. كتب لها تشيك. قال لها هذه لها 400,000. انزين. تبين تحطينها في حسابك؟ كيفك؟ ولا تبغين تصرفينها على الكوشات؟
وعلى ربايعته وعزايمك انت حره. زين. نحن علينا يسفر شهر العسل ويردك تاكلين في البيت. زين. ال 400 ألف هي تبقين تحافظينهن حلالك، تبقين تنثرينهن، تصرفينهن، ما عندنا غيرهن. نعم. فالبنيه عاقله خلت الفلوس ابوي داخل ومعت ربايعها على حفله ب 10,000 درهم بسيطه وخذت ريلها وسافرت. سافرت. وعقب ما جت شهر العسل سولت لهم بعد حفله ثانيه. نعم. انزين خفيفه وخلت ال 400 في حسابها. احنا نستخدم الذكاء العناد واني انا ابقي اكسر راسه وحمل الدين عشان اتجمل امام ربيعاتي، هذه من اكبر الخطا. لهذا الدين عندنا اذا رجعنا حق قيمنا الدينيه، الدين ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايسرهن مؤونه اكثرهن بركه. فعلا هذا دائما حتى ابوي يقول اقلهن مهورا اكثرهن بركه. بركه. نعم. في وين؟ البركه في الحياه. لانك انت ما تكلف العريس فوق طاقته، شو بيصير عندك؟ رده فعل ايجابيه. واذا كلفته بيرد سلبي. انا طول عمري الله يغربلك كله منك، دينتيني. وفي نهايه المطاف شنو؟ طلاق. صحيح. ليش؟ لي الماده. نعم. الضغوطات. فلذلك نحن لما نقول مهر الزوجات اليوم تعدى الحد الاحمر حقيقه، يعني يجب على المجتمع كله سواء قنوات التلفزيون والاذاعات تشتغل، يعني تعيد البرمجه الفكريه. نعم. للبنات. صحيح. لان البنات اليوم هن الخسرانات. انا اقول بصراحه. صحيح. انا صحيح بالعكس كلامك عين العقل. اقول هن الخسرانات. ليش؟ لان انت تخسرين مواطن ما تزوجينه. صح. تخسرين اسره ما تبرين اسره. وتكثر ظاهره العنوسه، الشباب ما راح يعرسون بسبب تخلصت. نعم. هي الان في ارتفاع. نعم. الان نسبه العنوسه في ارتفاع. طيب مقابل العنوسه في الارتفاع شو يرتفع معاها؟ عنوسه تراث اثنين مو عنوسه البنات، الاولاد والبنات. طيب في المقابل شو يصير عندي انا؟ يصير عندي قله مواليد. اخر شيء يصير عندي ضعف في عدد المجتمع، عدد المواطنين. نعم. انا مو بستوردهم من السماء. صح. ولا بنبتهم. لذلك هي قيمه والاجر والثواب يجب ان نحطه. المراه تحط الاجر والثواب عند رب العالمين في بركه الاولاد. طيب دكتور انا عندي سؤال، اكثر البنات كل يعني بيتاثرون بكلام ربيعاتهم، يقولون كل ما صرف عليك اكثر هذا يبين ان الريال كريم مو بخيل. ونفس الوقت بعض العائلات لما يطلبون مهر اقل يقول يعني الريال تحس انه يسترخص الحرمائي. في يوم من الايام يعايرها يقول انا خذيتك بالمهر الفلاني، شو رايك في هالشيء؟ هذا كلام غير صحيح. هذه ايحاءات شيطانيه. نعم. هذا كلام الشياطين. ابدا الرجل لا يمكن ان يرخص بزوجته ان هي اعطته مهر بسيط. نعم. بالعكس تكبر في عينه. واكثر يحافظ عليها واكثر يكرمها لانها ما كلفته. يتزوجه ميته قابضه. نعم. ميته محاسبه، يتزوجه لان هي مش سلعه اصلا. مو سلعه. نعم. يعني المهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمه الله. نعم. هو استحلال فرج. نعم. لا اكثر ولا اقل، يعني للرباط الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهر ولم يستلم مهر لبناته أكثر عن 500 درهم. تمام؟ المهر قيمة معنوية للمرأة. نعم. وليست مادية. نعم. من وضعها في مادياته ضاع. فلذلك البنات خطأ منهن. وللأسف الشديد هذولا بعضهن شيطانات، فيهن فكر شيطاني. نعم. أول ما ربيعاتها تبقى تتزوج قبل ما تتزوج يدمر لها حياتها. تعطيها نصيحة محاضرة. لا تدمر له حياته. كيف؟ أوه تزوجت. تبدأ حقد عليها. وكيف أنا من الآن أدمر حياته خليها تطلق عقب كم من شهر. كيف تفكر؟ شو الأسباب دكتور؟ هل نقول هذا حقد وحسد؟ حقد وحسد. شوفي للأسف الشديد أنا أقولها تمام؟ أنا نعم. كمستشار وتمر علينا هالعمر هذا كله. نعم. أي مطلقة ما تتمنى وحدة مزوجة من القيرة والحسد. بس مو بالكل دكتور، انت ظلمت المطلقات. 90% هاي حقيقة. ليش الحقيقة؟ هي سبحان الله شيء. ليش؟
هي يعني تقول لك انا اتطلقت الله غربلها، هي كيف قدرت تحافظ على رايلها؟ نعم. هي غيره نعم. نساء معروفه. نعم. تمام. اللي مر عليها الزواج، اللي مر عليها الفتره وما تزوجت وتربيعتها صغيره او اصغر عنها او ما حتى مش اجمل عنها او وتتزوج تقول طالع الله يغربلها يا الله ان شاء الله، وتحاول تشتغل عليها ليش تزوجت انا ما تزوجت. صحيح. وهي حقيقه قله ايمان، قله خوف من الله سبحانه نعم. وتعالى. يجب الانسان يتقي الله. نحن أقول للبنات وللجميع آخر آية نزلت في القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بمعنى أن الإنسان يجب يعيش بالإيمان. صحيح. يا أخي شفتي ربيعك بتعرس بنت عمك صديقك، عاونيها يا بنيتي لا سوين يا أختي كذا، يكفي كذا يكفي كذا، خفف هذاك وقول له يوديهن رصيد عندك. نعم. البيزات هي لا يوديهن عندك. نعم. ولكن للأسف الشديد الإيحاءات والكراهية الضدية والقيرة النسونجية تؤثر على المجتمع. نعم. فلذلك يجب أن يدخل العقلاء والعاقلات ويأخذون الدورات. نحن مشكلتنا قلة وعي عندنا وفي عندنا نوع من الجهل. صحيح. ثقافة. أنا حقيقة حتى في كثير من اللقاءات أقول إيش معنى نعم. أنتوا يا حكومة يعني المسؤولين في الحكومة، مش الحكومة يعني كمشرعة نعم. ولكن كمدراء إدارات مثلا مدراء عامين، إيش معنى أنت تسعى لهذا الموظف بالوظيفة نعم. كل المحاضرات والدورات كلها للتنمية لتنمية الوظيفة نعم. وينسى الإنسان. صحيح. لازم ننمي الإنسان، يعني نسوي دورات محاضرات للموظفين في وظائفهم عن الأسرة، السعادة في البيت، كيف أكون أسرة نعم. كيف البنت هاي لما تتزوج كيف نعم. وهكذا يعني الأمور. وشوف الوقت عندكم تفضل. شكلك فهمتني وعرفتني. اي ماشي. انا دكتور ما شاء الله الحديث معك جدا ممتع، ونحن صراحة حابين ان نطول وياك، نتمنى ان شاء الله نستضيفك في الحلقات الاخرى، ويعطيك الف عافية. الله يعافيكم ان شاء الله ويبارك فيك. يا مرحبا بك. ومن غلاء المهور إلى تكنولوجيا السيارات، ففي فقرة السيارات اليوم راح تكون من معرض دبي الدولي للسيارات الذي عرض مجموعة رائعة من السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها المليار درهم. شارك هذا العام أكبر مصنعي السيارات في العالم من آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذين عرضوا أحدث الطرازات والموديلات. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، خلونا نشوف. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا. اليوم أنا فرحان ومستانس وسعيد مثل ما أنتم شايفين هذه التحف الفنية اللي أنا واقف قدامها. اليوم إحنا موجودين في معرض كار شو اللي تنظمه الجامعة الأمريكية في الإمارات. بتشوفون تحف فنية موجودة وأصوات طرب مثل ما أنتم سمعين. فخلونا نكتشف ونشوف أحدث موديلات السيارات وأجملها، وحياكم ويانا. مشاهدينا معانا الأستاذ ماهر بدري، رئيس منظمة الإمارات للدراجات النارية والسيارات. مرحبا فيك أستاذ ماهر، نورت شاشة قناة الظفرة. شكرا أخوي ياسين. شكرا لك. أبيك تحدثني اليوم عن هذه يعني المهرجانات اللي تقام، مهرجانات السيارات اللي يعني دائما نشوف فيها إقبال كبير وتواجد كبير يعني من الشباب أو يعني من كافة فئات المجتمع. مثل ما تفضل، طبعا الفعالية هذه أو فعالية خاصة لها علاقة بالسيارات والدراجات النارية تكون محببة جدا للشباب، وخاصة فئة اللي داخلين توهم الجامعات. طبعا نشكر الجامعة الأمريكية في الإمارات على جهدهم وعلى يعني أنهم يضعون هذه الفعالية والنشاط اللي نقول رياضي، أيضا بنفس الوقت يعني مثل ما نقول انترتينمنت، فشيء جميل جدا. وبدورنا احنا في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية دائما نكون دورنا داعم للموضوع هذا، يكون قدر ما نقدر نكون ندعمهم، يكون وياهم. فالحمد لله اليوم انبهرنا جدا بمشاريع الشباب، يعني سيارات يعني اول مره نشوفها، سيارات نشوفها بطريقه الكستمايزيشن، الطريقه اللي مسوينا
تعديل السيارة بطريقة جدا احترافية، فهذا يعني بحر وعلم، فيكون جدا جميل لما تحصل مزيج بين جامعة وطالب يدرس وعنده هواية للسيارات أيضا. فالحمد لله نشوف أنه شيء جميل جدا وإن شاء الله للأمام. مشاهدينا معانا وليد احد المشاركين في مهرجان كارشو، وما شاء الله عنده تحفه فنيه نشوفها قدامنا، ليتات من كل مكان، واللون المميز فيها اللون الاخضر. في البدايه وليد ابيك تحدثني عن هذا المهرجان، يعني مهرجان الكارشو، ابيك تحدثني يعني شو رايك في هذا المهرجان كتنظيم وكفعاليه لطلاب الجامعه الامريكيه في الامارات. طبعا هذا المهرجان يصير كل سنه، وكل سنة أنا توصل لي دعوة من المنظمين أني أنا أشارك في المهرجان. هاي ثالث مشاركة لي في المهرجان. طبعا مثل ما تشوف السيارة اخترت اللون الأخضر تقريبا، كملت يمكن مثلا تقريبا شهر شهرين لما اختار اللون. فعقب ما اخترت اللون لازم أني أسجله في المرور، أسجل في السيستم. خذالي تقريبا شهر لشهرين صناعته، بس هو جلاد، اللون الأخضر جلاد، صناعته صارت في امريكا لمده شهرين لين ما يسووا لي اللون وبعثوا لي اياه من هناك. بعد ما انا ركبته ابتكر طريقه ثانيه اللي هي طريقه الاير برش مثل ما تشوفون السياره. حاولت ابتكر طريقه هي طريقه الرسم، اللي هو اخترت اللي هو كاركتر الجوكر وبديت ارسم فيه. بعد ما رسمت وخلصت من الجوكر بديت الحين احط فيها لمسات فنيه مثل ليتات، اشوف الشباب استفيد من ربعي انهم شو يسوون، مثلا شو الاشياء اللي اقدر اسويها استفيد منها. بعد ما حصلت عقب ما خلصت السياره شاركت كاستم شو 2019 وحصلت على المركز الثاني. مبروك عليك ويعطيك الف عافيه، يعني ما شاء الله السياره اشوف ليتات يعني طالعه من كل مكان، يعني جدا جميله السياره. هي مثل هوايه اخوي، هي مثل تقريبا هوايه تقول، انا مو منه معناته ان احنا نعدل السياره اذا في شيء، لا مثل هوايه. في ناس مثلا يحبون يصممون السياره، في ناس يحبون يزودون السيائر، بس انا من هوايه التصميم. وبيك تخبرني كم خذ وقت منك، يعني انك من بدايه انك اشتريت السياره وكاله لين هاي اللحظه، يعني لين ما استوت كذا؟ بديت السياره تقريبا في عام 2012، لون السياره الاصلي لونها ابيض. كملت هاي السنه لسنه ونص، بعدين قمت اشوف فيديوهات شباب كيف يصممون السيائر، فبديت ابتكر. اختيار الشخصيه جوكر كانت اختيار شخصيه، ما قلد حد او مثلا شفت حد، قلت خلاص اني بسوي بنفسي. فقمت اشوف النت، اشوف مثلا ارسم اشياء جديده. عقب ما خلصت صرت مثلا من احد الجراجات اللي موجوده في دبي وبديت وياهم اللي هو طريقه الاير برش. يعطيك الف عافيه، يعني والله يبارك لك فيها. وسؤال اخير، يعني السياره هذه تعديلات خارجيه بس ولا بعد المحرك عليه تعديلات ولا؟ التعديلات خارجيه طبعا. المحرك انا ما بغيت ادخل في مجال التزويد، بس سويت له برمجة وقزوز بس. مستمرين وياكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. مي درويش صوت يعمل باجتهاد ليبقى بين الأسماء الكبيرة في عالم الغناء. يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ومعانا اليوم مطربة واعدة أحبت الفن والغناء منذ طفولتها، فأصبح هذا شغفها وحلمها. معانا اليوم المطربة الواعدة مي درويش. يا هلا ومرحبا بك مي. أهلا بيكي مساء. كيف الحالة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. تسلمي نورك. مي خبرينا كيف أثرت نشأتك في حبك للفن؟ أنا البيت عندي كله بيحب يغني، ماما وبابا وإخواتي. نعم. هم أكتر ناس علموني، أنا ما كنتش دارسة فن خالص. في البيت دايما بنغني مع بعض، يعني نقدر نقول إن العائلة كلها ما شاء الله مبدعين في الغناء.
ما شاء الله. زين، من الفنانين اللي انت تحبين تسمعين لهم وفعلا تاثرتي فيهم، كانوا لك كانوا بالنسبه لك هم القدوه؟ يعني وانا صغيره ما كنتش بسمع قديم خالص، كنت بحس ان هو حاجه كبيره جدا عليا ان انا اسمعها. لما بدات اكبر حسيت ان قد ايه ام كلثوم دي حاجه عظيمه جدا، قد ايه ورده مبدعه، نجاة، نعم، فيروز، نعم. بدات الاغاني القديمه اكتر تبقى بالنسبه لي حاجه كبيره يعني. طيب نحن حابين تفتح يعني نفتتح الفقره باغنيه من اغاني انت تحبين تغنينها. ممكن نغني حاجه لام كلثوم؟ تفضلي نسمعها منك. أي أغنية؟ ألف ليلة. ألف ليلة، يلا تفضلي. يا حبيبي الليل والسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب ساعة والهوى منه الهوى والهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد السنة مش قبل السنة تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد السنة مش قبل السنة ما شاء الله عليك، يعطيك ألف عافية. شكرا حبيبتي، ما شاء الله عليك صوتك هادي وحنون. هل تحبين الأغاني الهادية أو السريعة؟ أنت مع الأغاني الحين اللي لا على حسب المود يعني، بس يعني مع كل حاجة تحبين تنوعين كل حاجة. زين، خبرينا مي، شو الأشياء الأغاني اللي أنت محضرة يعني محضرتنها للمستقبل؟ إن شاء الله أنا في الإمارات بقالي شهر بس. ان شاء الله يعني بنحضر لاغنيتين سنجل هينزلوا باذن الله وهصورهم هنا برضو. تبقى حاجه مقسوم وحاجه لسه ما استقريتش عليها. بعد يعني جهزتيهم ولا بعدك في؟ لا لسه بنجهزهم، بس ان شاء الله في خلال شهر يعني هصورهم هنا. منو الملحنين والشعراء اللي انت حابه تتعاونين وياهم؟ انا نفسي جدا جدا اوصل لمرحله اني اوصل لايمن بهجت قمر حقيقي في الكلمه. ليش بحسه اكتف جدا في الشغل يعني، مفيش اغنيه متهيالي ما عملهاش كل حاجه. حلو. جدا يعني. شو الاغاني اللي انت يعني اغنيه اثرت فيك من الحانه وكلماتها؟ لا هو انا بالنسبه لي بحب جدا الحركات المقسوم بتاعته يعني، في اغاني افلام كتير جدا انا بحبها له. جميل. بس لكن قبل الحلقة كنتي تدندنين أغاني أغنية من أغاني أصالة ووايد حبيناها وحابين أنك أنتي تسمعينا منها. حاضر. تفضلي. تذكر اللحظات اللي
وضعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها. جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفت وانا من سبع سما الاحلام هدمتني. بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص كسرتني. لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونه كنت اول من يخونه اللي كنت انت عيونه كنت اول من يخونه. انتظر لي ما طيب صاحبي ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونه كنت اول من يخونه. انتظر لي مات طيب صاحبي. سلام هالصوت ويعطيك ألف عافية يا مي. ذاك الغبي دي حبيبتي. هاي أغنية وايد مميزة كانت من أغاني أصالة. أصالة طبعاً. بالعكس جميلة جداً. مي شو اللهجات اللي أنت تتقنين أنك أنت تغنينها غير المصري؟ خليجي العراقي. خليجي والعراقي. والعراقي. شو الأغاني العراقية؟ من وقت ما نزلت أغنية الله يسهل لك متهيألي مش بحب أغني غيرها. ما تحسين إن اللهجة العراقية شوية صعبة بالنسبة للغة الخليجية؟ هي صعبة بس أنا بحب أسمعها كتير. إنزين شو رأيك تسمعينا؟ ممكن نغني الله يسهل. حافظة مقطع منها ولا أغنية كاملة؟ أنا حافظاها كلها. يلا نسمعها. وانت ردت تروح تتبرى من حبك كيف اكتر الموضوع يا عمري راجع لك تاني تلاف وجوه عم تشبه القبلك لو ناوي عالفرقة الله يسهل لك عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي مشتاق ما قلك لا تصدق ارجع لك حبيت اوضح لك قلبي تعب منك مشتاق ما قلك لا تصدق ارجع لك حبيت اوضح لك قلبي تعب منك ولو ناوي عن الفرقة الله يسهل لك لو ناوي الله يسهل لك. يعطيك ألف عافية يا مي. اليوم أغانيك على الجرح. مي شو علاقتك ويا السوشيال ميديا؟ هي بقى لها 3 سنين مقطوعة خالص بصراحة. ليش الأسباب؟ يعني كان عندي أسباب خاصة كده بس بعدت شوية خالص ويمكن ده اللي خلاني ما عملتش حاجة طول الفترة اللي فاتت كانت حفلات بس. لكن إن شاء الله الفترة الجاية. شو الحفلات اللي أنت شاركتي فيها وقدمتيها؟ أنا اشتغلت في القاهرة. نعم. وأنا طبعا من اسكندرية. نعم.
والنعم. فكانت حفلاتي كلها في فندق هيلتون في اسكندرية وفي القاهرة في شيراتون. حفلات أفراح يعني كانت؟ لا كانت حفلات فيها ستور في نيو يير وفي نعم. فالنتاين كان معي ستور فيها. نعم. كانت اسكندرية والقاهرة بس ما كانش في أماكن تانية رحتها في الحفلات. طيب أنت خبرتيني من خلال حديثك أنك أنت راح تنزلين أغاني سنجل. إن شاء الله. شو الأسباب أنك أنت تنزلين سنجل؟ ليش ما يكون ألبوم؟ حاسه ان هي خطوه محتاجه شويه بما اني كنت بعيده بقالي فتره فممكن ابدا بالسنجل الاول. حسيت ان هي الحاجه اللي انا محتاجه اعملها واتبسطت منها ان شاء الله ممكن اعمل قلب. جميل. نسمع منك اغنيه من اغاني شيرين، شو رايك؟ حبها جدا. يلا اتفضل. كل ما انسى لك كلام برجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى رد طيب فين وعودك مين اللي ضيعنا حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لانا شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة لايقة جدا على الوداع شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة ألف شكر على اللي ضاع هو مين شال ذنب مين إيه اللي أنا عملته بص بكرة هتبقى فين لو باب أنا قفلته ظلم حد أكبر حرام بس أنت حللته وأما توعد حد تاني بقى افتكر يومها في الحياة حبت معاني نفسي تفهمها اللي زيك عاش أناني حياته حطمها شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة لايقة جدا على الوداع شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع النهاية مش فظيعة ألف شكر على اللي ضاع ما شاء الله عليك. مي شو السالفة كل أغانيك لاحظت متأثرة بالعتاب الجرح الغبي الكذابين شو السالفة؟ والله صدقيني كل ما أحاول أقعد مع ناس يدوني حاجة تانية غير اللي أنا فيها بلاقي نفس الموضوع برضه مفيش فايدة يعني كيف؟ يعني كل ما متأثرة في هاللون أنت أكثر؟ بحبه جدا بس يعني حاسة إن كل ما أقعد مع حد بلاقيه نفس الأغاني نفس يعني مش لاقي حد صراحة يشجعني على أغاني تانية. بتشوفين أنت إيه رأيك؟ يعني أنت تشوفين المجتمع كله يعاني؟ عشان شي تحب في معاناة فظيعة. أنت إيه رأيك؟ بتحبي تسمعي إيه؟ والله أنا مكس عادي يعني ما فيش مشكلة يعني عادي مود برضه على حسب المود والمزاج برضه تمام. خبريني عن الأغاني الخليجية، من المطربين اللي أنت تحبين تغنين لهم أكثر؟ محمد عبده. وبعد؟ رشد الماجد. حلو. ممكن نغني حاجة محمد عبده. تفضلي. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيال
صار بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي ذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي إلى أماكن، إلى أماكن، الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. يعطيك ألف ألف عافية، شكراً من القلب، ما شاء الله عليك، يعني صوتك وايد حلو، أتوقع لك مستقبل ناجح بإذن الله، يعني خاصة في الأغاني العتاب. أهم حاجة يبقى لي لقاء معك تاني بعد المستقبل. أكيد أكيد، أنت على طول أول ما تطلعين الأغنية أنت بتكونين ويانا إن شاء الله بإذن الله. شكراً مي على وجودك معانا، نتمنى لك كل التوفيق حبيبتي. وبهذه الفقرة بنكون وصلنا معاكم لنهاية فقرات برنامج استوديو الضفرة بفترته المسائية. ترينا في حلقات قادمة بنفس الموعد من استوديو الضفرة. هذه تحية مني ومن فريق العمل، وتصبحون على ألف خير.